أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج تواصل دوت كوم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين جميعا. والبداية مع ما أعددنا لكم من عناوين: في ذي قار مقتل وإصابة 4 أفراد من عائلة واحدة إثر انهيار منزلها، ومأساة الفلاح العراقي مستمرة في ظل إهمال حكومي لا يتوقف. بعدها نطلع وإياكم على حال الطرق المؤدية إلى المدارس في ظل الأمطار التي أغرقت العديد من الطرق والشوارع، ثم إلى الدقة العشائرية وما يحدثه الرصاص الطائش فيها من فواجع في الشارع العراقي. والقضاء في العراق يعد الدقة العشائرية عملاً إرهابياً. أما الختام فسيكون مع مواطنين يسخرون ويتهكمون من رواية إتلاف مياه الأمطار ل7 مليارات دينار عراقية. أهلا بكم من جديد. البداية مع خبر مقتل وإصابة 4 أفراد من عائلة واحدة إثر انهيار منزلهم بذي قار. نتابع. يا محاف مو شيء هنا ألفا. ومن هذه المأساة إلى مأساة الفلاح العراقي في ظل تواصل الإهمال الحكومي بحقه. رسالة مني ومن المزارعي سفان، جاي يشوفون الماء اللي ناتج على الأمطار أو على السيول، تعددت الأسباب والموت واحد. خرج مسؤول لابس لقاط وصاعد فوق جبل سلام ويقول أنا ماكو جواي ماي، أرد أعرف اللي درسك جغرافيا منو؟ يعني صاعد فوق الجبل وتقول ماكو تجمع؟ هذا الماي الموجود في بعض مزارع سفان، واليوم أنا نازل بالماي مع أخوتي الفلاحين، عكس البعض اللي إجوا مسؤولين على أساس إجوا زيارة ومن المطار شردوا. سولفونا اليوم دول اللي شردوا، شلون شردوا من المطار؟ والله حقيقة أنا إجوا وقالوا أريد نشوف هذا السيل طقكم منين، أنتم ليش تكذبون؟ أول ما نعتونا وصفونا بالكذب ومع العلم والله حرام، يعني حرامات زيان. يعني ما إجوا للواقع وللمكان اللي بيه الماي. وصلوا أول مزرعة ولقوا الماي ماكو، بس مطرت صعدوا سياراتهم وراحة وقالوا إحنا أجينا وش تريد إحنا حاضرين؟ قلت لهم شريدة تعالوا شوفوا معاناتنا وشوفوا الماي اللي بس ركز لي على المطر وشردوا. بعد هذه من صهر المطر هم صعدوا سياراتهم يخافون على سترهم وعلى قوتهم. البعض يا اخي بيهم عجيب، يعني انا ما ادري، شفت التصوير بعدين شفت ورا اللي ما التقينا وياهم، التقوا ويانا يعني. بعدين شفنا التصوير، انا والله ما بتابع تصويراتهم عجيب والله. شفت مدير البلديه ينعتنا ويوصفنا بالكذب. ليش ما اجى بلديه صفان؟ مدير بلديه صفان تقول هذا كذب، هو الكذاب ياهو، هو اللي حكى عن المطر ياهو. انا امانه واقسم عليكم، وانا ما كنت اقسم، لأن الشعب العراقي والشعب البصري يعرفنا احنا شنو، ويعرف أهل القوط ومسؤولين الصدفة شنو. كم مزرعة غرقت عندكم؟ 6 مزارع. اليوم ايش قد؟ اليوم 14 11. وهذا الماي، هذا الساتر المن سويتوه؟ هذا الساتر الله وكيلك، ارتفاع فوق المترتين سويناه، يعني شنو نلعب؟ عندنا حروب؟ وتحدث نشطاء آخرون عن مسؤولين قالوا إنهم أبدوا استعدادهم لمساعدة الكويت وأهملوا مشاكل أهل العراق. السلام عليكم. طبعا هاي رسالة إلى محافظ البصرة الدكتور أسعد العيداني، يعني هو موقف دولي ومشرف لما أنت تساعد وتوازر دولة الكويت جراء السيول والأمطار اللي حصلت فيها، لكن مو من الأجدر أنه يشوف هاي مدينتك اللي تفتقر إلى أبسط الأمور وهي المجاري، شوارع مدمرة، مدينة خربة بالنتيجة. شوف هاي الشوارع اليوم المصادف الأربعاء، وهاي نتيجة الأمطار اللي هي شبه غزيرة. شوف شنو سوت بالبصرة، مو كان الأفضل أنه تساعد مدينتك قبل لا تساعد الدول؟ لو هي بس مجاملات على حساب هاي المواطنين الأبرياء. يعني هسه أنا بالقرب من مدرسة ابتدائية لتلاميذ أطفال، شلون هاي باكر إذا صار دوام شلون راح يعبرون من هذا المستنقع اللي هو شبه يشبه بنهر؟
كيف كان الرد على استعداد محافظ البصرة لمساعدة الكويت؟ المقطع القادم يحمل الإجابة. السلام عليكم. اليوم صار اليوم الأربعاء المصادف 14/11 دولة الكويت المحافظة البصرة اللي يريد يجي يساعدهم. باو هاي من الساعة 3 والله الفجر ليها السوهية جاتهم ما شاء الله طلعتهم والدهم فتوقف يمكن لها ربع ساعة فجأة يعني من الثلاثة ليها السوهية جاتهم وانت تريد تجي تساعد أهل الكويت ساعد أهل البصرة مساكين شوف شوارع حتى طين ماكو الكهرباء الحمد لله فيا ريت تفكر بأهلك وناسك أهل البصرة قبل لا تفكر بغيرك. عدم اهتمام حكومي وغياب للدور البلدي المحلي فاقم معاناة المواطنين إزاء الأمطار الهاطلة على أكثر من محافظة. الآن نبقى وإياكم مع حال الأطفال في شارع مدرسة أرض النور في منطقة المعامل ببغداد بعد الأمطار وكيف كان الأطفال يمشون في الشوارع. تعالوا نتابع معا. السلام عليكم. جاي تشاهدون حالة الطلبة في مدرسة أرض النور في منطقة البارية. تشوفون الشارع شلون وضعه تعبان وشوفوا الطلبة شلون جاي تعبون. يعني والله ما وراد لشيء. هذا هو شارع مسافة طويلة. الناشد المحافظ الناشد كل واحد شيء في باع الخاطر هاي الأطفال شوفوهم وشلون جاي يعبرون باوي هاي عبرتهم. هاي مدرسة أرض النور بالباوية. خلي نشوف المحافظ بغداد. سلام ورحمة الله. الله يسلمك. بوعلى هاي خلوا المجاري وبعدين عافوها لا تبليط ولا أبد. وين المحافظة؟ ما يراد لها شيء. هن ثلاث لوريات أربعة مال تبليط. وسووا هوسة على العالم. مو صعبة يعني. بوعد جاي شلون جاي يعبرون؟ هاي الزبالة ظلت هنا والعالم انتهي. هاي اليوم ما ماطر الحمد لله صار أسبوع. بوعلى أخوان. نطالب المحافظة والأمانة يكملون الشغل مو عافوا عن النص حفروا عافوا عن النص من أبو علهم بلط ما يحتاجه في الشيء بسيط ليش عايفين هاي الأطفال هاي شوفه شلون جاي تعبر. ومن حال أطفال مدرسة أرض النور إلى حال أطفال مدرسة متوسطة الورود في منطقة الأمن الداخلي بالبصرة بعد الأمطار أيضا. هاي مدرسة الورود ابتدائية بالأمن الداخلي ابتدائية ومتوسطة. هاي بالأمن الداخلي هذا وضعهم. هذول خطية أبناكم يا مدير التربية يا محافظ البصرة. آليات البلدية وشفل ولورين سبوا يسوي طريق لها الأطفال خطية هذولة شلون يرحون ويجون وبالمناسبة هذا الطريق على طول المعاناة. هاي وبصفة مركز شرطة هذا مركز الشرطة هم يعني هنا أنا مركز شرطة وهذا الطريق على طول خطية كلهم يمشون هاي بطينة الأولاد هذول كلهم بنات صغار ابتدائية. هاي معاناتنا يا ريت توصل للمسؤولين بالبصرة. هاي خطية الطلاب محصورين ما يقدرون يعبرون يضطرون بالطين. يبدو أن المعاناة رفيقة الطالب العراقي لسيما صغار السن منهم إلى طريق مدرسة البلاغة الابتدائية تحديدا في ناحية السنية في محافظة القادسية وكيف هو حال الطلبة والأطفال في تلك المنطقة. سلام عليكم. انتم وين دامون عمو وين؟ والله
لليوم الثاني على التوالي تستمر حملة نظافة نفذها وأطلقها شمالي البصرة شباب يسكنون في قضاء المدينة. تعالوا نتابع. الآن إلى الدقة العشائرية والتي وصفها نشطاء عراقيون عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مأساة وكارثة. عناصر إحدى العشائر يوثقون دقة عشائرية نفذوها على أحد المنازل في العاصمة بغداد. نتابع. يلا انزل انزل اوقف. حي الله البيت، حي الله البيت، هاي بنت ما بكرر لعته ياوي. الدقات العشائرية إذن أصبحت حديث الساعة، والقضاء في العراق يعدها عملا إرهابيا. أنت مالك دخل، أنت مسافر فراغ، احكي. يلا ارموا ارموا دايما. من يستمع إلى طلقات الرصاص المتلاحقة يظنها حربا على عدو خارجي لا يعلم أو ربما لا يصدق أنها رصاصات تطلق من سلاح عراقي على منزل عراقي آخر. الآن دعونا نتابع هذه الصورة وإياكم. في الصورة التي تظهر أمامكم هذا أحد المواطنين، هو الشاب حسن سلطان من سكان منطقة حي الحسين الجديد. هذا الشاب طبعا توفي إثر إصابته برصاصة طائشة أطلقت من سلاح أحد المواطنين أثناء تنفيذ دقة عشائرية. الآن دعونا نتابع صورا أخرى لذات الغرض ولكن مع مواطنين آخرين. في هذه الصورة يبدو واضحاً تهشم وتحطم زجاج إحدى السيارات. طبعاً الدقات العشائرية لا تزال يعني تطلق الرصاص الطائش، ما يمثل خطراً يتهدد المواطنين العراقيين في كل مكان، وهذا أثر الرصاصات واضح أمامكم. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. مواطن قام بإغراق العملة بالماء حتى يثبت كفاءتها وعدم تلفها بمياه الأمطار. نتابع. السلام عليكم أخواني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. تحية إجلال وتقدير لكم. اليوم نريد نطلع كذبة العائلة مال العلاق، مال عمكم العلاق. ولك كان استحيت، كان خليت شوية حرمة لهاي العوائل المساكين. تدري 7 مليارات كم عائلة يسكن فقيرة وما عندها؟ تدري لو ما تدري؟ رحت راويك يا علي العلاق اللي تقول صار عندنا فلوس تلف 7 مليارات سبب الامطار. ادج وياك، اريد اج وياك. خزينه الدوله معقوله ما محميه من كاميرات، من تعرضها الى حريق او مياه الامطار؟ لازم تنحمي. اريد نقول ما محميه من ذني، كاميرات ما بيها تصورون المشهد شلون غرقت الفلوس. اريد نقول ماكو كاميرات. انت كمسؤول بنك مركزي ما عندك تليفون بكاميرا تروح تصور وتعرضها؟ عمي كذاب ونشالت لك ارباعكم والطامة الكبرى. يسأل رئيس البرلمان الحلبوصي. الآن إلى عراقي آخر ينفذ تجربة عملية تثبت أن العملة الورقية قادرة على الصمود أمام الماء.
إلى عراقي آخر يغني ساخرا من رواية غرق أموال مصرف الرافدين بمياه الأمطار. خنصر بنصر خنصر بنصر ضم فلوسك لا تمطر ضم فلوسك لا تمطر ضم فلوسك لا تمطر ضم فلوسك لا تتلف ضم فلوسك لا تتلف كافر بنصر بنصر ضم فلوسك لا تمطر ضم فلوسك لا تمطر ضم فلوسك لا تمطر. ضم فلوسك لا تمطر في مقابل مطالبة رئيس البرلمان في العراق بتخصيص 3 ملايين دينار كبدل لإيجار نواب كون أن راتبهم لا يكفي لدفع الإيجار حسب قوله. في المقابل تحدث نشطاء عراقيون عن حال فقراء في العراق يلتقطون طعامهم من حاوية النفايات للأسف. تعالوا نتابع. بعد هذه الصور التي تدمي قلب من كان له قلب نتابع وإياكم الآن أبرز التعليقات. في التعليق الأول إن كرار يكتب البرلمان مو بحالنا خلي نتراحم بيناتنا ويروح يساعده لا الصورة ولا شيء لأن الدولة مو بحالة الفقرة أخذ له أكل ونطيه. هذا شاب يتحدث إلى من صور المقطع ويقول قبل أن تتحدث عن الحكومة وعن تقصيرها عليك أيضا أن تقوم بدورك تجاه هذا الرجل الفقير وبدلا من أن تتركه يواصل تناول طعامه من القمامة اذهب وأعطه بعض الطعام. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي بسام يكتب دولة وبيد المراجع شتريد يعني. بسام يشير إلى بعض المرجعيات الدينية التي تدعم بعض الأحزاب السياسية فيما هي قائمة عليه وبالتالي تنعكس كل تصرفات الحكومة وما تقوم به على حال المواطنين فتكون الصورة تماما كالتي شاهدتم قبل قليل. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي فؤاد يكتب والله إذا بقينا على هذا الوضع الأمور ما تبشر بخير. فؤاد يتحدث ويخشى من تكرار مثل هذه الصور وأن تصبح ظاهرة كثرة الفقراء الذين للأسف من شدة عوزهم يضطرون إلى تناول طعامهم من القمامة. إلى تعليق آخر. في التعليق الجديد محمد يكتب وين أهل المواكب؟ محمد هنا يتحدث لمن يغلقون الأموال يصرفون الأموال الطائلة في غير مواضعها ويتركون عبادة الله في بطون الجوع من أبناء العراق. إلى التعليق الأخير. في التعليق الأخير عبيد يكتب البرلمان يأخذ 3 مليون فوق 12 مليون والبوق والنثرية وغيرها وغيرها. والبقية لديكم أعزائنا المشاهدين. أما الآن فنذهب وإياكم إلى تويتر. غركن فلوسنا هذا هو الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية أعزائنا المشاهدين ونقرأ عليكم أعزائنا 4 تغريدات اخترناها لكم مذيلة بالوسم الإلكتروني. غركن فلوسنا أحمد يكتب بلد تايه لا حسيب ولا رقيب والله وبالله وتالله لو كان لمسوي هذا الأمر مواطن عادي كان شمروه بالسجن أو كان استعرضت الحكومة على عضلاتها. أحمد يتحدث ويقول لو كان من فعل هذه الفعلة من الشعب لما تورعت الحكومة عن ملاحقته ولما تركته أما لأنه منها تركته ومررت ما يعده نشطاء كذبة لا تصدق. إلى تغريدة ثانية.
في التغريدة التالية عامر يكتب: اشتروا تشادر غطوا بيه الفلوس تحسب للأمطار اللي راح تستمر يومين ليروحن فليساتنا حالهن حال الراحن غركن فلوسنا. عامر يتحدث ويقول: إذا ذهبت 7 مليارات، هذا فيما لو أراد العراقيون أن يصدقوا هذه الرواية يعني، فإننا ننصح الحكومة أن تشتري شوادر وأن تغطي ما تبقى من الأموال حتى لا يكون مصيرها مصير 7 مليارات. إلى مليار جديد أو إلى تغريدة جديدة. حيدر الجاسم يكتب: عاجل عاجل جدا حسب الأنواء الجوية، الجو لهذا اليوم غائم ممطر، لذلك تنويه للمواطنين اللي عندها فلوس بالبنك يا إما يسحبهن يا إما يشتري قادر شادر يغطي البنك غركن فلوسنا. إذن هي تعليقات ساخرة من الحكومة الحالية ومن من يصدق رواية مدير البنك المركزي. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة نقرأ ما كتب حيدر يقول: الله برحمك يا عبد الحليم حافظ، الله يرحمك، من غنيت إني أغرق أغرق أغرق. ومع هذه نكون قد وصلنا مشاهدينا إلى ختام التغريدات. بعد الفاصل إلى المقاطع المصورة، ابقوا معنا. انطلاق فعاليات اليوم الدولي لمرضى السكري. نهاية ما لدينا في برنامج تواصل.com لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.